مشاهدينا، مثل ما قلنا في الانترو للحلقة بأن حلقتنا اليوم منفردة، وهو الموضوع العلمي الشائك المنفرد، الإجهاض المتكرر. سيدة من كل 6 سيدات معرضة للإجهاض المتكرر، 15-25% من نساء العالم أيضا معرضات للإجهاض المتكرر. خلينا نتحدث عن الأسباب الخفية التي تقف وراء هذه المشكلة مع ضيفنا اللي انضمنا في الاستشارة الطبية، الدكتور رامي حمزة، استشاري النسائية والتوليد والمساعدة على الإنجاب وحلول مشاكل تأخر الإنجاب. حياك الله معنا دكتور. أهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. دكتور رامي، لما نقول الإجهاض المتكرر، متى يصبح الإجهاض متكرر، يعني مفردة من شقين؟ ممتاز هذا الكلام. هلأ الإسقاط بداية هو أي نزول للحمل أو عدم اكتمال الحمل، وغالبية الإسقاطات بيكونوا في ضمن 3 أشهر الأولى من الحمل. يعني هلأ في إسقاطات بتصير أو توقف بالحمل بيصير في مثلا الشهر 5-6، هذا مش ضمن كلامنا. إحنا بنحكي عمالنا عن توقف الحمل أو عدم اكتمال الحمل ما قبل ذلك، يعني في الثلث الأول من الحمل. أحسنتي، يعني بنحكي عمالنا الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث. معظم الحمولات بتكون صغيرة بالشهر الأول بالشهر الثاني، لكن حتى يكون متكرر إحنا عمالنا نحكي عن 3 إسقاطات وراء بعض. يعني إذا نزلت وحملت وأنجبت وردت نزلت وحملت وأنجبت، هذا مش متكرر. متكرر لازم يكونوا 3 إسقاطات وراء بعض. بعض الأطباء قالوا بأنه حملين تم إجهاضهم كفيل بأن نسمي الإجهاض متكرر. لا، في حالات خاصة، مثلا ست عمرها 38-40 سنة، يعني الوقت عم بداهمها، ست عندها مشكلة طبية خاصة فيها ما بتقدر تعطيها. أما غالبية الناس أعمارهم صغيرة، الأوضاع الطبيعية عمرهم صغير، ما عندهم مش مشاكل طبية، ما في داعي نتوتر من بعد الإسقاط الثاني. أما ست فرصها قليلة، عاملة عمليات سابقا، بين قوسين عندها مشاكل طبية خاصة فيها، ممكن إحنا نبدأ ندور على الأسباب بعد الإسقاط الثاني، لكن غالبا نعطي إسقاط ثالث. ليش هذا الحكي؟ لأنه أكثر من 50-60% من الناس بعد الإسقاط الثاني هم مش بحاجة لمساعدة، فبالتالي أعطيهم فرصتهم، بقلل عليهم البريشر. لمجرد ما تقول لي فلان أنت عندك مشكلة، أنت إسقاط متكرر، هذا لحاله بيعمل ضغط نفسي ومشكلة تؤرق الكثير من الأزواج. وهذا شائع زي ما تفضلتي أنت، 1 من 6. هل تعلم يا ستي العزيزة أنه ربع الحوامل إسقاط؟ يعني جبنا 10 ستات اليوم حوامل، 2 أو 3 منهم راح ينزلوا شو ما كان الحال، الأعمار الأكبر نصهم راح ينزل. فالواحد لما يعرف هذا الشيء، القاعدة في الحمل أنه ربنا يكرمها وتكمل، فهي بتكون محظوظة اللي بتكمل وليس العكس، أنه اللي مش محظوظة اللي بنزل. للعلم دكتور، سنتطرق إلى ذلك من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إسقاط الحمل. أحيانا كمان نعمة من ربنا بأنها أسقطت هذا الحمل. أنت قلت في الإجابة نبحث عن الأسباب، ما هي الأسباب اللي تقف وراء الإجهاض المتكرر؟ رح أبدأ جوابي من محل ما أنت بدأتي، اللي هو أنه هو نعمة، لأنه غالبية الإسقاطات بكون تكوين الجنين غير سليم. حتى يتكون جنين سليم أنت بتحتاجي ل 23 زوج من الكروموزومات يزبطوا ونفس المقاس ونفس النوع ونفس الشكل، ويكونوا ما فيهم أي خطأ. فمش إشي خلينا نقول مفاجئ أنه يكون في خطأ صغير في الكروموزومات ينتج عنه طفل غير سليم. الجهاز اللي في الأم قادر على انتخاب أنه هذا البيبي مريض، أوقفوا هذا الحمل. سبحان الله. وهذا بنسبة 90% من الإسقاطات بكون هذا السبب. هذا السبب نعمة، يعني إحنا ما رح نقدر نغير فيه، يعني إلا بعض الحالات الخاصة بكون أحد الزوجين يحمل خطأ كروموزومي، يحمل خطأ كروموزومي، هو في نفسه ضابط أموره لأنه خطأ كروموزومي متبادل متوازن، تماما. لكن لما تيجي ينتج طفل، هو عنده فرصة حوالي من 40-50% أنه ينتج طفل مشوه مريض كروموزوميا. هدول بيستاهل الواحد يعمل فحص كروموزومات للأم والأب، إذا كانوا سليمين معناه دكتور ممكن يكون الشكل الخارجي سليم لكن داخليا أو جينيا أحسنتي فيهم مشكلة. لأنه هو عنده متبادل ومتوازن في نفس الوقت. أنت تصوريها زي ألم وغطاي، ألم وغطاي، ألم وغطاي، هو عنده عدد مضبوط من الإلام وعدد مضبوط من الغطي، لكن الغطي متبدلة. لما يجي يعمل بيبي بصير في خربطة بين الإلام والغطي، فبنتج بيبي فيه خلل، لأنه هو العدد والوضع عنده سليم لكنه متبادل ومتوازن، لكن لما يجي ينتج بيبي
هنا بتصير في الخلل. عشان هيك هدول نسبة جدا قليلة ما بيشكلوا 1-2% من الناس. بس بطلنا نقول بأنه هذا الجنين هو درجة أولى، إذا أنت ستعفى من فرصة الإجهاض، إذا أنت أمورك طيبة. صرنا ندخل في مكون الجيني لهذا الكروموزوم. عشان هيك الجنين له شقين، شكله الخارجي، انقساماته، خلاياه، جماله الخارجي، ومحتوى الجيني، الكروموزومات عددها صحيح، زايد، ناقص، فيها خلل، وهذا إشي إحنا قادرين على فحصه. فبتيجي تفحص الأم والأب، يقول لهم والله أنتوا كروموزوماتكم واحد فيكم عنده تبادل أو يعني خلل كروموزوم، بتيجي بتعمل أطفال أنابيب، تعملي أجنة، تفحص الأجنة. الآن إحنا قادرين على فحص كل الكروموزومات في خلال 24 ساعة. إشي اسمه New Generation Sequencing NGS، كتير تكنولوجيا موجودة وبتحل المشاكل. نيجي نقول لك والله عمي احنا راح نرجع لك 2 اجنه او 1 جنين كروموزوميا سليم. جميل. وشكله سليم. اذا هذا تم موضوع الاسقاط بنزل لنسبه كتير كتير. دكتور، الشكل التشريحي للرحم بيلعب دور في الاجهاض؟ يا سلام عليك، هذا هو السبب الثاني الرئيسي في موضوع الاسقاطات المتكرره. عندنا 3 اشياء ممكن تكون في لحميه او ليف، بمعنى اخر الغرفة الداخلية تبعت الرحم مش ماخذ الشكل السليم. إزالة اللحمية أو إزالة الليف كتير بتحسن فرص الإسقاط. الشيء الثاني اللي هو الجدار، السبتم بيكون موجود بالنص، بيكون منطقة تروية الدم تبعها قليل جدا، قابلية إنه يمسك عليها الجنين عالي جدا، لكن أول ما يصير عمره أسبوع 10 أيام بيسقط. بنشال الجدار تزبط الأمور، ترجع الأمور لما كانت عليه. وبالإضافة في بعض الحالات الخاصة اللي بيسموه رحم ذو القرنين، يعتقد أنه قد يكون له سبب، مع أنه معظم الناس بيقول لك أنه هو عبارة عن رحمين والرحمين كفؤات وقليل ما يكون سبب. لكن موضوع الجدار وموضوع اللحميات والليف موضوع جدا مهم، اللي هو البطانة المهاجرة. طيب عنق الرحم لما يكون مفتوح في بعض الحالات بيقول لك متسع، ضعف عنق الرحم زي ما حكينا بيسبب إسقاط متأخر بالرابع بالخامس، وهذا بتيجي قصته واضحة جدا، بتقول لك أنا ضليت أموري منيحة لنص الخامس نص السادس، فجأة فتح الرحم، فجأة بدون وجع فتح الرحم وصرت بدي أولاد. هذا حله كتير سهل، مع نهاية الثالث بتحط قطب لعنق الرحم والموضوع بنحل بدون أي مشاكل. ربط عنق الرحم بتسموه. نعم، وكتير يعني فرص نجاحه ممتازة جدا. هلا في موضوع شائع جدا بسبب إسقاط متكرر، اللي هو موضوع الأجسام المضادة والتخثرات. هلا هذا يعني ماخذ خلينا نقول رأي شعبي أكثر ما هو ماخذ رأي طبي، وحتى العلاج في بعض الأحيان اللي بيجبرنا عليه هو الرأي الشعبي أكثر ما هو من الرأي الطبي. هلا حتى يتم تخثر الدم يمكن في عندنا قائمة فيها أكثر من 15-20 نوع من أنواع التخثرات، ومثلها من الأجسام المضادة. لو فحصنا إحنا عامة الناس على الأقل 20-30% من الناس رح نلاقي إنه عندهم خلل في التخثرات. مش كل حدا عنده شوية تخثرات وعنده وعنده مشكلة الإسقاط المتكرر معناه إنه الدنيا خربانة عندهم. هلا هذا يعني خلال الفترة الماضية نال كتير يعني اهتمام في الأوراق العلمية والأبحاث، والناس صارت حتى بينها وبين بعض. دكتور، وين المشكلة صارت؟ أنت بتقول الناس صارت بينها وبين بعض، صاروا سيدات يلجأوا من بداية الحمل إلى أخذ البيبي أسبرين على أساس أنه أحمي نفسي من الإجهاض، مع أنه البيبي أسبرين ممكن يؤدي إلى الإجهاض. ممكن يؤدي ممكن يؤدي حتى لانفصال مشيمي في بعض الحالات الخاصة، وهذا لاحقا يؤدي إلى الإجهاض. وحتى هذا تم مناقشته بشكل يعني غريب في المؤتمرات، أنه يا عمي إحنا عمالنا نعطي الدواء رغم أنه عندنا إثبات علمي أنه هذا الدواء مثلا زي الإبر المميعة لا تقلل من فرص الإسقاط، بس مع هيك إحنا مجبرين تحت ضغط القبول الشعبي. ما أعطاك إبر؟ ما أخذتي إبر؟ ما أخذتي بيبي أسبرين؟ معقول ما أخذتي؟ لسه هلأ الأسبرين هذا صار يعني للناس العاديين، للناس اللي لسه لهذا بدها إبر تحت الجلد ومثبتة. فاللي أقصده أنه ما بنكر أنه في بعض الناس عندهم مشكلة تخثرات، بعض الناس عندهم مشكلة أجسام مضادة، لكنهم فئتهم جدا قليلة. وهذا بدي يخلي الناس تكون مرتاحة أكثر، أنه موضوع الإبر مش هداك السيفر الهائل. معظم الناس لو أخذوا شهر 2 لبين ما يظهر النبض ويستقر، وبعد هيك المفروض أنها ما تحتاج
الأمراض المزمنة لدى السيدات مثل مرض السكري ممكن يلعب دور، أو حتى لدى الرجال أنفسهم يلعب دور مثلا في أن يكون حيوانهم المنوي يؤدي إلى تشويه الجنين أو ما يكون الإخصاب قوي؟ سؤالين جدا مهمين. السؤال الأول نحكي عن موضوع الأمراض المزمنة عند الست، موضوع مرض الغدة الدرقية هو مرض الصمة. صامت ما حدا بيكون منتبه عليه، اختلال في الغدة الدرقية سبب كافي للإسقاط المتكرر. موضوع السكر موضوع كتير مهم لكنه هو مش صامت لأنه الست بتعرف عنه. هرمون الحليب فيها وما فيها، لكن هدول الثلاث أشياء جدا مهمين للتأكد من سلامتهم قبل ما تقدم على الحمل. هل طرحت موضوع التشوهات في الحيوانات المنوية هل هو سبب للإسقاط المتكرر؟ نعم أو لا. في عندنا نوعين من التشوهات في الحيوانات المنوية، في شكل الحيوان المنوي متشوه. شكل الحيوان المنوي متشوه هذا كثير مريح لأنه هو أصلاً ما بلقح ولا بيعمل بيبيات، هذا ما عندنا منه مشكلة، لا بيعمل بيبي مريض ولا بيعمل أي إسقاط. عندنا مشكلة بإشي اسمه DNA fragmentation اللي هو تكسر المادة الوراثية الموجودة في الحيوان المنوي. هذا يعتقد أنه قد يكون له علاقة بالإسقاط لغاية الأسبوع السابع أو الثامن. المشكلة الحلول اللي موجودة له تبدأ من علاج الزوج، ممكن نعمل تلقيح مجهري، ممكن نعمل تلقيح مجهري مكبر، وفي بعض الحالات الصعبة أو يعني اللي تكرر عدم نجاح نضطر ناخذ عينة مباشرة من الخصية بحيث أنها تكون خالية من التكسر المادي الوراثي. دكتور أنت سلطت الضوء على موضوع جدا مهم، وهو موضوع أنه الزوج شريك في التسبب بالإجهاض لدى المرأة، رغم أنه المرأة أول ما تعرض للإجهاض تلقي اللوم على نفسها، تقول أنا ممكن سويت أعمال شاقة، ممكن أسباب أخرى أدت إلى الإجهاض، ممكن حتى العلاقة الزوجية أدت إلى الإجهاض. هل هذه الأسباب حقيقية أو مثلا تربية حيوانات أليفة التوكسوبلازما وغيرها من الفيروسات؟ لكن أنت يعني كثير سؤالك حلو لأنه هذا الناس اللي بتفكر فيه. ما في حدا بينزل عشان اشتغلت اشي بزيادة، عشانها حملت كرسي، عشانها دزت طاولة، عشان هذا ما في منه الحال. العلاقة الزوجية طالما انها في ضمن الطبيعي برضو هي مش سبب لا 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 للإسقاط، لكن بعض الأحيان الأمور بتتزامن مع بعضها. يعني مثلا اليوم الصبح نزل شوية دم بعد الظهر المقصط وأصرت تروح هالمشوار وطلعت ونزلت الدرج وعملت أكثر من إشي مع بعض، فالسيناريو زي اللي فزادت فرصة الإجهاض. هي موجودة لكن فإحنا بنقول والله عم إذا صار ترتاحي تخففي. موضوع الحيوانات المنوية والتوكسو والسي إم في وهذا هو خرج حتى من التصنيف، وإحنا كثير بنحاول نقنع الناس إنه سيبوكم من التوكسو أو الإنفكشن في المهبل. نعم هذا نو مور، يعني هذا أبدا ما بنقدر نعتبره سبب للإسقاط المتكرر. قد يكون في حالات قليلة جدا سبب لإسقاط لكنه ولا أو واحد أو مساعد مع توافر الشروط الأخرى. أما تقولي لي هذا من البسة وهذا من أكل المش عارف إيش وعندها بتربي عصافير وهذا خرافات ما إله أو غير ما ترى فيها علميا. لا لا ما إله دخل، ما إله دخل. يعني قبل يعني هذا إشي بنحكي عمالنا عن طب بالستينات قبل ما حتى موضوع أجسام مضادة تطلع الساحة. دكتور أتصور أصبح في علاجات أو إجراءات طبية ممكن تحمي المرأة في الأحمال اللاحقة من خطر الإجهاض. رح تتفاجئ أنه من أهم الأشياء إقناع الزوجين أنه هم مناح، لأنه كثير مرات بيجوا الجماعة فاقدين الأمل، إحنا صار إحنا أربع إسقاطات وما رح يصير معاي، وأنا لمجرد ما تعطيهم الأمل أنه أنتوا حتى من غير دواء عندكم فرصة لا تقل عن 60-70%، هذا له عامل كثير مهم انه الزوجين يرجعوا لبعض، يرجعوا يفكروا في الموضوع، لانه ترى موضوع الاسقاط موضوع هائل على الست. صحيح. مش هو مش عباره عن دوره متاخره، هو هائل وقعه على بعض السيدات. انا شفت سيدات محتفظين بصوره نقطه الحمل اللي هو 3 ميلي وحاطينها بالصدان، بتقول لك هذا حمل السنه 18. عدا عن انه يتسبب في علاقه مضطربه مع الزوج. تمام، هي اول نقطه. النقطة الثانية الفحوصات، لمجرد تعمل فحوصات وتطلع الفحوصات سليمة برضو هذا بيطمن. هلأ إذا وجدنا أخطاء بالفحوصات كل إشي له إشي، ولا خطأ كروموزومي بنعمل أطفال أنابيب مع فحص الجنين قبل الإرجاع، في عنا أجسام مضادة عالية ممكن نعطي مثلا جرعات من الكورتيزون مع مميعات، في عندها لحمية ليف بتم التعامل مع هذا الموضوع بشكل جراحي.
يعني كل دكتور من ضمن الفحوصات انها تاخذ عينه من نسيج الجنين اللي تم اسقاطه، في حال ما قدرت وتم الاسقاط داخل المنزل واجتكم في حلول، يعني ممكن نتوصل للاسباب؟ طبعا لا يعني هذا موضوع تفحص الجنين وتتاكد من نوع الكروموزومات تبعه، يعني هذا فحص اقلال محظوظين اللي بنقدر نسويه، لانه لمجرد ما يتوفى الجنين تبعك ايام وبعدين الماده الوراثيه اللي فيه تتحلل وما بتقدر تحصلي منها شيء، لكن احنا بنعرف انه بالطريقه اللي بنزل فيها الجنين المفروض انك انت تقدر تحذر وتتنبأ سلامه الكروموزومات. دكتور في هذا الحوار اللي انا بعتبره إنساني موازياً مع العلم والطب، جميل جداً هذا الحوار اللي إن شاء الله يكون أضاف للمشاهدين في معلوماتهم حول الإجهاض وأسبابه، وإن شاء الله يا رب ربنا يتمم لكل حامل حملها على خير، ونتمنى السلامة للجميع. الدكتور رامي حمزة استشاري النسائية والتوليد والمساعدة على الإنجاب. أنا بنوه لما قلت لك في بداية اللقاء أو قبل اللقاء قلت لك إيش أناديك أو إيش التايتل إلك دكتور، قلت لي لا تقولي عقم، قولي لا مساعدة على الإنجاب، لأن بكره هذا المصطلح. صحيح. فشكرا لإنسانيتك كطبيب، ونتشرف فيك إن شاء الله في اللقاءات اللاحقة. كل الاحترام، ونتمنى للجميع السلامة. شكرا دكتور. شكرا.